بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلتنا المضيئة. النهاردة هنتكلم عن المعنى اللي هقوله لكم ده، هو ينفع تكون عامل ذنب ولا كبيرة ولا حاجة من السبع الموبقات المهلكات وعامل ذنب ورا ذنب ورا ذنب، والله عز وجل يتوب عليك بس ويعزك بعد كده بس ويستخدمك لدينه؟ النهاردة هنعرف إجابة السؤال ده، ونعرف إن حتى أدم الروح لم تصل للحلقوم ولم تغرغر خلاص ينفع، وإزاي إن الله عز وجل ببركة وبصدق توبة صاحبنا الصحابي اللي هنتكلم عنه النهاردة خلى زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تعلن إسلامها. وهنتكلم كمان عن معنى تاني، فقد الإبن وألم فقد الإبن والثواب في الاحتساب، وكيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين مات ابنه إبراهيم. كل ده هنعرفه مع شخصيتنا الجميلة النهاردة، ربوا أولادكم على حب نبيكم وحب آل بيت. يلا بينا نشوف ونسمع. يعني هدية مصر السيدة ماريا، هدية مصر يقال كده عليها، هدية مصر السيدة ماريا القبطية. يعني مواقف كتيرة جميلة جدا جدا في القصة هنعرفها النهاردة، ونشوف ازاي العبر والعظات اللي احنا ناخدها منها. لا ومش كده وبس، وازاي ان انا اتصرف حتى في فقد الحبيب. جي عليكي وقت فقدت ابن، فقدت حد غالي عندك، فقدت امور من امور يعني الناس عزيزة على قلب، ازاي اتصرف والتصرف الصحيح، وكيف تصرف النبي وتصرفت السيدة ماريا في الموقف ده. في البداية تعالوا نقول قصة مجيء السيدة ماريا من مصر، وازاي ان هي جت وجت ازاي وازاي اسلمت. تعالوا نعرف مع بعض. رسول صلى الله عليه وسلم بعث رسول سفير من المدينة لحد المقوقس، حاكم مصر وحاكم الاسكندرية او صاحب الاسكندرية ومصر، هكذا كان يسمى المقوقس، نصراني. وبعت معاه مين بقى الرسول؟ حاطب ابن ابي بلتع. انا عايزه اقف هنا وقبل ما نخش في القصه، مين حاطب ابن ابي بلتع؟ حاطب ابن ابي بلتع كان متهم بالعرف بتاعنا اللي موجود حاجه اسمها الخيانه العظمى. وسيدنا عمر قال لي يا رسول الله دعني ادق عنقه، الخاين ده اهو. عمل ايه؟ سيدنا حاطب من الناس اللي حضروا بدر، ولما جه الرسول عليه الصلاه والسلام في فتح مكه، قام سيدنا حاطب بعت ورقه مع امراه حطت الورقه خبتها في جدائل شعرها. امراه يعني من مشركه ورايحه مكه، وهو راح قال ايه؟ ابعتي الورقه دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل اخبره، قال الحقوا بالرجل. فراح بعت مين؟ بعت سيدنا علي. راح سيدنا علي يفتش ما لقاهاش، قال لها لتخرجن الكتاب، لتطلعي الكتاب اللي مكتوب فيه او لنجردن الثياب. يا اما شوفي انت بقى. فقالت له اهو جاب طلعها، وكان حاطب كاتب لهم ان رسول السلام هيجوا علشان يفتح مكه، هو ده. فسيدنا عمر جابه وقال مرني يا رسول الله اجيب عنقه. فرسول السلام قال لا، انه الاول قبل ما يقول قال اساله ما حملك على فعل ذلك؟ قال له يا رسول الله والله ما اردت خيانه ولا أردت، ولكن ليس لي قوم ولا حمية في مكة، فأنا أردت أن يكون لي حال ويكون لي يعني إيه إن أنا قلت لكم. فلما نرجع مكة، فيش حد بيهاجر وبيغترب، عايز أقول لكم بيرجع بالسهولة. أدعو الله سبحانه وتعالى يردنا إلى أوطاننا سالمين منتصرين، قولوا أمين. فلما قال فأحببت لما أرجع مكة يكون لي يعني إيه حاجة، لأني ماليش أهل ولا لي قوم هناك. فرسول الله السلام قال إيه؟ هو صادق وأنا صدقته، وهو من أهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. عايز أطلع من هنا حاجة، هو أنا ينفع أما أعمل معصية كبيرة أتوب فيها؟ وينفع النبي عليه الصلاة والسلام ده الإداري، ده النبي الإداري السياسي القائد، ينفع لو عملتها بحسن نية أو عملتها بنية نية الإصلاح، أو يبقى لي زي ما سيدنا حاطب؟ ينفع. شريطة، إيه الشريطة اللي اشترطها؟ ان ما يكونش عملك ترتب عليه موت احد او قتل احد او سجن احد او ايذاء لفرد من افراد المسلمين. حتى لو حصل كده ينفع؟
ينفع، مع ان دلوقتي الحكم يقولك الخيانه خلاص يعني هما كده وضعهم صعب انتهينا. ونشوف في البلاد التانيه بتطبق امور الجواسيس وده ايه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ساله واصدقه هو النبي الذي يعني لا ينطق عن الهوى ويخبر من قبل الله عز وجل، قال هو صادق، هو كان عايز يعمل كده بس، والكتاب ما وصلش وما حصلش اذيه وما ترتبش عليه عمل. تمام كده عشان بس نبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. يعني ينفع اتوب؟ اه. تعالوا نتكلم في حته التوبه دي ونقول مهما كبر ذنبك ومهما عظم الذنب، ده انا قتلت، طب ده انا قتل 99 نفس ورحت لل100 قام جاي جايب قال لي مالكش توبه جبته بقى 100، ماشي خلي توبتك 101، انت مش قتلت ال100 خلي توبتك 101، ما تسمعش كلام حد. طب زنيت يا رسول الله؟ احدث توبه ادم لا تحدث. طب فعلت كذا؟ توب. طيب جمعت السبع الموبقات كلها والكبائر وانا هلكان هلكان؟ توب الى الله. ان كان ذنبك 1000 خلي التوبه 1001. اوعى حد يأسك طالما الروح ما وصلتش للحلقوم، طالما ما غرغرتش، لو وصلت للترقوة ينفع؟ ينفع اتوب؟ ينفع اتوب. الشمس ما طلعتش من ما شرقتش من المغرب، ينفع تتوب. لكن لو حصل كده خلاص ينفع اتوب. اسمعوا حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس، نعم، توبوا الى الله قبل ان تموتوا. يجب عليك، وده حديث، يجب علي احدث توبه كل قبل ما اموت. اتوب من ايه؟ من كل حاجه. ده انت تتوب من كلمه اتوب من ايه؟ هو في حد ما بيعملش ذنوب؟ اه ما بعملش، اه بس غفلان عن الذكر. هو انت لسانك زي لسان سيدنا ابو بكر مثلا في الذكر؟ كان من كثره الذكر سيدنا ابو بكر بيعمل ايه؟ يحط زلطه تحت لسانه كده من داخل الخلاء، ما ينفعش يذكر الله في الخلاء، فيضع زلطه كده علشان لسانه متعود لا اله الا الله محمد رسول الله، لا كده ما انتش كده، يبقى نتوب الى الله. توب. اتوب من ايه؟ ما اخرت الصلاه؟ ها؟ ما عملتش نوافل؟ ما صليتش قيام؟ كيف حالك مع القران؟ لما اقول ان البيت اللي بيتلى فيه القران ودايما بركز الزوجه، الزوجه اللي دايما ماسكه القران ودايما تحس اولادها يطلع عندهم شغل، او على الاقل بتانب ضميرهم يعني، يعني تقول لك ايه واحده تقول والله انا ما بعرفش اقرا، بجيب المصحف كده اقول لهم يلا بس يلا، ما بتعرفش يا حبيبتي، ولكن تحس اولادها على الامر ده. طول ما علاقتنا بالله قريبه، طول ما انا في بيتي مع زوجي واولادي قريبين، لكن علاقتنا بالله بعيده بصوا المسافه بقت ايه، لكن لو قربت من الله المسافه قربت، لكن لو بعدت بصوا قد ايه بتبعد. المرجعيه هي الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم والليله اكثر من 100 مره، ويقال حديث ثاني 70 مره. يتوب من ايه وهو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر؟ قال افلا اكون عبدا شكورا؟ ها؟ افلا اكون عبدا شكورا؟ سبحانك يا رب. يبقى توبوا الى الله قبل ان تموتوا، وبادروا بالاعمال الصالحه قبل ان تشغلوا. ايه العمل الصالح؟ اي حاجه. اي حاجة. بروق البيت يبقى انا بنوي ان انا يا رب انت استرعيتني على رعيه، وانا يا رب هذه الرعيه انا بقومها بحق الوجه. بخلي بيتي نظيف لان المسلم نظيف. بخلي بيتي طيب لان الله طيب لا يقبل الا طيبه. بخلص في اللي في قلبي اول باول واستغفر وما اشيلش من حد وما اعملش الاحقاد ولا الكلام ده، عشان الله سبحانه وتعالى اذا اطلع على قلب عبده المؤمن فلا يرى فيه الا الله. دي القلوب المؤمنه، عجزت السماوات والارض ان تستوعب قلب العبد المؤمن. قال الله سبحانه وتعالى إلا قلب العبد المؤمن هو اللي سبب قلب الله سبحانه وتعالى. فالقلوب المؤمنين هي آنية الله في أرضه. فالله سبحانه وتعالى لما يطلع على القلب لا يجد فيه الله فقط. طب أنا بحب زوجي لله، وأولادي أنا برضو بحبهم جدا وحرصة لله، بحب أولادي عشان أطلعهم صالحين يقيموا الدين لله. ها؟ طب ما انا بحب شغلي ولا بحب مش عارف لله سبحانه وتعالى. خلاف كده فين؟ هبقى المنصوره، ماليش دعوه، مش مكتوب اصلا. في خزانه يا جماعه يوم القيامه هي اشد الخزانات حسره وندامه على العباد. ادي خزانه الحسنات ادي احنا عارفين، خزانه السيئات ادي احنا عارفين، في خزانه فاضيه ما فيهاش حاجه، عارفه بتعمل ايه ولا حاجه، عارفه كذا بتسوي ايه ولا حاجه. فالامر في الاول وفي الاخر احنا محتاجين ان احنا نركز. اي عمل صالح، البسمه في وجه اخيك، جوزك جاي بالله عليك يعني افردي وشك، افردي. طب ما هو مزعلني يعني هفرد وشي ازاي يعني؟ ما مزعلني معلش، بعد ما تتهادوا وتتصافوا وياكل ويرتاح، كان والله انا زعلانه من الامر الفلاني وانت عملت الامر الفلاني،
عتاب بسيط رقيق. اولادي ازاي وانا انت والعيال ما بيسمعوش الكلام ده؟ خلاص انا بقيت في سرايه معلش احتسب. ما التربيه مش سهله، ما الجنه تحت اقدام الامهات مش سهله. ده ظهري القسم مش شيل، ده مسهرني طول الليل ولا الله عز وجل يجزيك عليه. احتسبي فقط لله. يبقى انا بادروا بالاعمال الصالحه، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثره ذكركم له وكثره الصدقه في السر والعلن، تنصروا وتجبروا وترزقوا. حديث صحيح رواه وصححه الحاكم في المستدرك. معقول كل ده عشان بعمل ايه؟ بعمل كده كثره الصدقه في السر والعلن، لان احنا نساء تصدقنا معشر النساء فاني رايتكن اكثر اهل النار. فبيقول لك ليه تكسرنا اللعنه وتكفرنا العشير؟ وانا عمري شفت منك حاجه حلوه؟ هو انا عمري نفسي افتكر لك حاجه حلوه انت عملتها؟ مش بعد بتقول لك 5 سنين جواز خلاص الدنيا راحت والمواقف راحت. لا، حاطب ابن ابي بلتعه لما راح وتاب التوبه الصادقه النصوح وصدقها النبي، وده اللي المفروض علينا. توبوا، اوعي يعدي يوم من غير ما احدث فيه توبه جديده، اوعي يعدي يوم من غير ما اعمل فيه امر جديد. فلما راح بالكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم اسلم تسلم وان الدين والاسلام والحق وندعوكم وكذا، جاب المقوقس حاطب قال له ما يمنع نبيكم انه يدعو على الناس المخالفه ليه؟ قال له وما يمنع منع عيسى لما الناس ارادوا قتلوه انه يدعي عليهم ويخلص؟ فكان رد حصيف. لما ودي سفير لحد يتكلم باسم الاسلام لازم يكون سلس الكلام، عنده منطق التفاوض والاقناع والتواصل وسرعه البديهه والرد. جاب الرد قال له بص، ان الاقباط يمنعوني ان انا اتبع دينكم، وانا شايف ان الراجل اللي يقول الحق ويامر بالعدل يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، واهدى معاه، خد كتابي هذا لرسول الله وقول له لمحمد وقول له معاك جاريتين هما ذات شان عظيم لاقباط مصر، منهم كانت السيده ماريا. واسلمت السيده ماريا بسبب المواقف ديت، ولكن بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم هي اسلمت على يد حاطب، ولكن بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ بقتش يعني اما تحت ايده، بقت اعتقها لما حملت في ابنه ابراهيم. دخل لها بيت بعيد عن بقيه الصحابه، وصف جمالها بالجمال المصري الجميل، يقول لك كانت جميله واخده الجمال المصري والشعر اللي مش عارفه شكله ايه ووضعه ايه. وبعد كده حملت في ابن الرسول صلى الله عليه وسلم وجابت سيدنا ابراهيم. طبعا كان السيد عايش تقول والله ما غرت على رسول الله سلام من احد اشد من ماريا، فكان يجلس عندها الوقت الكثير وجاء منها ابراهيم. فلما مرض ابنها ابراهيم ندت النبي مرض الموت سنتين فقط، هم سنتين اللي عاش فيهم سيدنا ابراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد السنتين دولت مرض. فجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني رق له رقه شديده جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يبكي ان العين لتدمع وان القلب لا يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا لفراقك يا ابراهيم لمحزنون. هو ده الحال اللي لازم ابقى عليه لما يحصل لي فقد او مصيبه، ولا نقول الا ما يرضي ربنا. وسلموا وغسلوا وكفنوه ودفنوا، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم مع بكاء العين ورضا القلب مقام لا ياتيه الا نبي. يعني ده بيعيط ده بيضحك، اجمع ما بين الرضا والحزن. هنا واقفه، هو ينفع ابقى حزينه وفي نفس الوقت راضيه؟ اه حزينه لفقد الولد وفقد زوج فقد حبيب فقد قريب، لكن الحزن لا يمنع الاجر والحزن لا يمنع الاحتساب. القلب يحزن احنا بشر، ولكن لا نقول الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. دوت الحال، اما اجي افقد ابن، جت امراه لحكيم صيني من الصين وقالت له انا فقدت ابني وفقدت الدنيا بعده، وانا الدنيا ما لا باكل ولا بشرب وعايزه اشوفه، وانت تجيبه لي اشوفه قدامي. قال لها ماشي انا هجيبه لك تشوفيه قدامي، بس بشرط تقعدي شهر كامل تخدمي الناس اللي في القريه وتساعديهم. قالت له هتجيبه لي؟ قال لها اه. قعدت شهر كامل تشوف البيت ده عايز ايه والبيت ده محتاج في ايه وده تساعده في ايه، وجات بعد الشهر قال لها ايه الحال؟ قالت له انا اشد سعاده، السعاده في العطاء، لكن اقوقع نفسي في المشكله واقعد في المرحله رقم 3 من مراحل الصدمه ما بطلعش ما بكلمش حد، انا في انعزال اجتماعي تام. غلط غلط.
لما نفقد حد نقول الحاجات دي، الاحتساب انا لله وانا اليه راجع، اللهم اجرنا في مصيبتنا وارزقنا خير، وان كان الولد الحمد لله يا رب. ماذا قال عبدي حين قبضتم روحه ابنه وفلزت كبده؟ حمدك واسترجع. ابن لعبدي بيت يسمى بيت الحمد في الجنه. ده الحال، الحال ان انا يبقى حال قلبي مستسلم، حال قلبي راضي، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان فعل الله كله خير، حتى بالفقد، حتى بالفقد. ولكن احنا لنا نظره قصيره، النظره القصيره دي مش شايفين الحكمه ما وراء الامر. ايه ده؟ طب هو انا شرط اشوف الحكمه من افعال الله؟ لا. ايوه بس احنا بنفرح لما نعرف الحكمه. ممكن في مواقف واحداث يحصل فيها امر او مصيبه وتقول يا رب يا رب لك الحمد، بقى انت يا رب كنت بتعمل معايا كذا عشان كذا، يا رب لك الحمد يا رب. او انك انت تشوف الامر وبعد كده تعرفي الحمد لله ان حصل كده. وفي مواقف ما نعرفش الحكمه بتاعتها، ولكن مطالبين بايه؟ بالتسليم التام. انا مسلمه لك يا رب، انا مؤمن، انا راضيه يا رب. لما مات ابن السيده ماريا حصل كسوف للشمس، فالناس قالوا الشمس حصل لها كسوف لموت ابنه. طلع النبي صلى الله عليه وسلم الشمس لا تنكسف ولا القمر لا يخسف، لا بموت ولا بحياه احد. فاذا رايتم فقوموا صلوا وادعوا، علمهم صلاه الكسوف فقاموا وصلوا ودعوا. الشاهد من القصه احنا محتاجين نتعلم المواقف دي، الرضا، الاحتساب، التوبه، التوبه اللي المفروض كل يوم بجيب انا واولادي يا ابني استغفر الله يا حبيبي، قول استغفر الله. اللي بيتعلم يقول استغفر الله بيتعلم يقول انا اسف. لا ما تاسفلوش، لا ما... ليه ما انت ما عودتهوش من صغره انه يقول استغفر الله يا رب، انا اسف يا رب، اخر مره يا رب، مش هعمل كده تاني. واحنا ذات نفسينا لما اولادنا وقرايبنا واللي حوالينا يشوفونا ذات طبع منكسر وذله لله بالتوبه بالاستغفار، القلوب بتلين والدنيا بتمشي. الامر الاخير الاحتساب عند فقد الحبيب، ولما اطلع من المراحل ديت بالرضا والاحتساب، وان انا اقول يا رب يعني سلمت لك امري، ويا رب انا يعني انا بقتدي مثل السيده ماريا اللي اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ان ستفتحون مصرا فان لكم فيها صهرا ونسبا، كان يقصد بها نسل السيده ماريا. اهل مصر خير، اللهم ارزق مصر واهل مصر وجميع البلاد الاسلاميه بالخير والامان، اللهم امين. وجمعنا الله بالسيده ماريا وصاحبتها، اللهم امين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.